هناك في نهر الفرات، وقبل أسبوع من زواجه غرق الشاب لؤي شوقي، تاركا أحلام والديه بالفرح والأحفاد لتتحول إلى كابوس دائم. ليش هذا ابني الشاب، هذا الشاب اللي يعني اللي أنا كنت مهيئ أريد أنه أزوجه خلال هالأسبوع وأعقد له عقد الزواج، أنه من راح للنهر وسبح وأخذ المي وغرق وماكو من ينقذه، ماكو وسيلة تنقذه. الفرات الذي يمر بمدينة الفلوجة قادما من أقاصيه يلجأ إليه الناس من حرارة الصيف اللاهبة، ولأن المدينة لا وجود فيها للشرطة النهرية كثيرا ما يتحول المرح بالماء إلى حوادث غرق وموت. انقطاع كبير للتيار الكهربائي وارتفاع كبير بدرجات الحرارة، بالتالي المواطن يعني والشاب وين يروح؟ يلتجئ إلى الشط اللي هو نهر الفرات. شاهدنا حالات غرق كثيرة في هذا يعني في هذا الموسم، نتمنى أنه تكون هناك حلول من يعني الحكومة المحلية في مدينة الفلوجة بإنشاء مسبح على أقل تقدير واحد، يعني يكون جامع لكل هؤلاء الشباب. جاء في الأثر أن الفرات ينبع من الجنة، وعند أهالي الفلوجة فإن الفرات منبع للحزن ومجرى. لقناة الفلوجة، سلام خالد.